هدفنا للسوق هو أن نقدم السلع الواسعة الاستهلاك أنها تكون في متناول المواطن، والهدف من التضارع هو أنه يعني طلبنا من التجار أنه يكون هامش الربح بالنسبة في هذا الشهر الفضيل، أنه يكون هامش الربح يعني قليل. سيتم افتتاح 7 نقاط على مستوى جميع دوائر الولاية، والهدف من هذه الأسواق الجوارية هي تقريب السلع وجميع السلع لفائدة المواطنين وبأسعار معقولة ومدروسة، حيث سيتم خلال هذا الشهر توفير كافة المواد الاستهلاكية الضرورية.